لا أظن أني سأقول شيئا جديدا، لأنكم تشعرون بالضبط بما أشعر، وهو أننا نجتمع حول الشعر من ثقافات مختلفة وجنسيات مختلفة وبلاد مختلفة، رجالا ونساء، شبابا وشيوخا، مشتغلين بالثقافة ومحبين لها، لأن الثقافة هي حب الجميع. لا أريد طبعا أن أطيل، مع أني مغرًا بالإطالة، ذلك لأني في حضرتكم أحب أن أطيل، ثم لأن الأمسية لها أكثر من موضوع، كل منها يستحق أمسية وحده. نريد أن نتحدث عن الجائزة المجرية، ونريد أن وهي جائزة عالمية، جائزة الشعر الكبرى المسماه باسم الشاعر المجري يانوس بانونيوس، والشاعرة الإيرانية سيمين بابهاني التي فازت بهذه الجائزة هذا العام، تستحق وحدها سهرة كاملة. والشعر المجري الذي يستحق 3 سهرات. أريد أن أقول باختصار إن هذه كانت زيارتي الأولى للمجر بعد حلم طويل قضيته مع شتراوس، مع الفالس، لبلو دانوب، الدانوب الأزرق. كنت كلما استمعت إلى هذا الفالس، وهو رائع كما تعرفون جميعا، لأنه ليس شيئا خاصا بثقافة بالذات أو فن بالذات أو بلد بالذات، وإنما أصبح للجميع، وبالتالي الدانوب هو نفسه أصبح نهرا للجميع. ظللت أحلم بزيارة بودابست وبزيارة المجر حتى قدر لي أن أزورها بفضل سعادة السفير والدكتور توشكا، لكي أحضر أو أشارك في احتفال المجريين واحتفال الشعراء الآخرين الذين قدموا من أنحاء مختلفة من العالم ليشاركون هذا الاحتفال بتسليم الجائزة المجرية للشاعرة الإيرانية. وقد أسعدني سعادة بالغة أن أنحني أمام هذه الشاعرة التي تجاوزت 83 من عمرها، وهي لا تزال مع ذلك قادرة على أن تجوب العالم داعية لقضيتها، وقضيتها هي إنقاذ إيران من هذا الوباء الذي ألم بها منذ أواخر 70ات، وهو هذا الحكم الفاشي، كما ألم بنا في مصر أيضا، فأنقذنا منه المصريون بمعجزة لم نكن نتوقع أن ستقع بهذه الصورة التي لم نكن نتخيل أنها ستتحقق بين يوم وليلة. يجتمع الملايين كما لم يجتمعوا من قبل إلا في الثقافة، لأن الثقافة دائما كانت توحد مصر، والتاريخ كان دائما يوحد مصر، وكأن
هذه الوحدة ظلت تختمر آلاف السنين حتى حانت اللحظة والفرصة لكي تتحقق في الواقع ويجتمع 30 مليونا من المصريين، فينقشع الوباء عن مصر. أسعدني